حقوق الإنسان، سواء كان حقوق الإنسان الحر أو حقوق الإنسان السجين. هناك إجراءات سبق أن اتخذتها الوزارة لتعظيم أوجه الرعاية داخل السجون، منها تطوير أماكن الإعاشة، تطوير المرافق السجون، تطوير المباني والمنشآت، تطوير أساليب الرعاية والتأهيل، التوسع في المشروعات الإنتاجية اللي بيعمل فيها المسجونين داخل السجون ويتلقوا مقابلها أجر، حتى يتمكنوا من ممارسة هذا العمل عقب خروجهم من السجن، بحيث ان هم يعودوا مواطنين صالحين الى مدارج المجتمع، في اطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية وبين منظمات المجتمع المدني الرسمية والاهلية المعنية بحقوق الانسان. فالوزارة من خلاله بتأكد على النهج الجديد في العمل والتواصل الايجابي والفعال مع هذه المنظمات. فالمجلس القومي لحقوق الانسان اقترح خلال لقائه بحضور السيد وزير الداخلية مع السيد رئيس الجمهورية السابق بشار عدل منصور أن يكون هناك اجتماع شهري ما بين الوزارة وبين المجلس. ممثل الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان أيضا تعديل بعض مواد لائحة السجون بحيث أن هي تصب في مصلحة السجين. السيد محمد إبراهيم وافق على تشكيل لجنة من الجهات المعنية في الوزارة بمشاركة أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة النظر في لائحة السجون، بحيث أن يتم إدخال التعديلات التي تعلي من حقوق الإنسان السجين. اللي أنا عايز أؤكد لك عليه، داخل السجون لا يوجد تجاوزات لسببين. السبب الأولاني أن السجون تخضع إلى الإشراف القضائي، ويقوم السادة أعضاء النيابة بزيارات مفاجئة للسجون في أوقات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، ويقوموا بالالتقاء بالمسجونين والاطلاع على الدفاتر والتأكد من تنفيذ العقوبة وفقا للإجراءات القانونية وعدم وجود سمة تجاوزات أو سمة سوء معاملة، ويقوموا بالالتقاء بالمسجونين، وإذا كان هناك أي مسجون لديه شكوى يتقدم بها فورا للسيد وكيل النيابة والنيابة تحقق فيها. أيضا هناك متابعات مستمرة من قيادات السجون لأداء العمل، لأن المسجون ده أمانة داخل السجن، مش مطلوب منه أي معلومات أي بيانات أي الإدلاء بمعلومات عن قضية أو عن شركاء. ده راجل بينفذ عقوبة، مطلوب منه حاجتين: الالتزام بتعليمات ولوائح السجن، عدم القيام بأي أحداث عنف أو شغب داخل السجون، وهنا يقضي عقوبته ويتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة ويخرج عقب انتهاء العقوبة، سواء كان إفراج شرطي أو إفراج بنص المدة بالعفو أو بوفاء المدة في بعض القضايا المعينة. المواد اللي تم تعديلها اللي هي مضاعفة أجر المسجون، أيضا مضاعفة وقت الزيارة، أيضا السماح لسفراء الدول الأجنبية بزيارة رعاياهم، أيضا الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، أيضا الموضوعات المتصلة بتعريف المسجون حال دخوله السجن بالواجبات اللي عليه والحقوق اللي ليه ولائحة الجزاءات إذا ما تم مخالفة العقوبة، أيضا الموضوعات المتصلة بالرعاية الطبية والترحيل الفوري خارج السجون. دي أبرز التعديلات اللي هي دخلت على لائحة السجون. أيضا مضاعفة وقت التريض، يعني هو كان ساعة أصبح ساعتين، ساعة صباحا وساعة مساء. يعني هو سؤالك مع احترامي الشديد لحضرتك مش واضح، لسبب بسيط جدا. النيابة عندما تتولى التحقيق في أي قضية تتم توجيه اتهام واضح وصريح للمتهم، والمتهم يكون معه محامي أثناء إجراءات التحقيق، ويتم صدور قرار الحبس الاحتياطي بعد الانتهاء من التحقيق في حضور محامي المتهم وتوجيه الاتهام. إذن هنا يكون الاتهام واضح وصريح للمتهم، وبناء عليه النيابة العامة تتخذ القرار المناسب في ضوء الاتهام الموجه. أنا لا أملك التعقيب على هذا الأمر، لأن لا التحقيق قدامي ولا التهمة قدامي ولا الورق قدامي علشان أقيم. ولكن اللي أنا عارفه ومتأكد منه أن النيابة تتولى التحقيق، النيابة توجه الاتهام بعد انتهاء التحقيق، والاتهام يكون واضح وصريح لأنه بيسجل في قرار الحبس الاحتياطي. المتهم يحضر معه أحد المحامين التحقيق،
وإذا كان هناك أي ملاحظة يبديها المحامي للسيد عضو النيابة الذي يجري التحقيق. بالنسبة للسجون أنا راضي تماما لسبب بسيط جدا. المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال هذا العام زار أكثر من 11 سجن عندنا، وكل الزيارات كانت إيجابية، وهذه الإيجابية موثقة عندنا في الدفاتر بتاعة السجون اللي زاروها. لا يوجد تعذيب أو إساءة معاملة داخل السجون، لأن لائحة الجزاءات فيها الجزاءات الرادعة التي تتوقع على المسجون الذي يخالف التعليمات أو يقوم بأحداث شغب أو عنف، والمسجون غير مطلوب منه أي شيء داخل السجن. إذن لا يوجد أي مبرر لإساءة معاملته أو التجاوز معه، لأن ده بيقضي عقوبة. مطلوب منه زي ما قلت قبل كده الالتزام بتعليمات ولائحة السجون، عدم ارتكاب أي أعمال عنف أو شغب داخل السجون، أو ارتكاب أي وقائع تمثل مخالفة قانونية. وفي هذه الحالة يتم توقيع الجزاءات عليه، والتي هي أشد من أي إجراء يمكن اتخذ حياله.